انظار الجميع تتجه إلى مواقف الدول الكبرى، الدول المتقدمة، الدول الصناعية الكبرى، كيف ستتعامل هذه الدول مع مخرجات مؤتمر قمة شرم الشيخ؟ هل ستفي بالتزاماتها؟ كيف سيكون دورها في المرحلة القادمة؟ هذا هو ربما المحور الرئيسي لحواري الذي أجريه الآن مع السيد سامويل ويرنبرغ المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. أهلا وسهلا سيد سامويل. أهلا بك، شكرا استضافة. في البداية، هل الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها من أكبر الدول الصناعية، هل هي مستعدة بالفعل، هل لديكم النية الخالصة للمساهمة في التخفيف من تبعات التغير المناخي؟ نعم، لدينا ليس فقط النية، ولكن لدينا المبادرات والمشاريع الجديدة. ورأينا من اليوم الأول في هذه الإدارة، إدارة بايدن، استيادة الأمريكا للمكان الأنصب بالنسبة للقيادة الأمريكية حول تغير المناخ. ورأينا ذلك من الخطوة الأولى من عودة الأمريكا إلى الاتفاق باريس من قرار من الرئيس بايدن، وأيضا من الخطوة الأخرى مثل التمويل الضخم في عبر القانون خفض التضخم من الولايات المتحدة، وأيضا كل المبادرات والمشاريع المشتركة الأخرى لدينا، ونحن سنستمر في ذلك كما رأينا هذا الأسبوع هنا في شرم الشيخ. نعم، طيب، اليوم هو اليوم الثاني أو الثالث في المؤتمر، اليوم الثاني بالنسبة للقادة، ما تقييمك للقمة؟ إذا فعلا هذا ممكن نقول مش من الأهم وأهم أهم مؤتمر بالنسبة لتغير المناخ في تاريخ الإنسان، لأن وصلنا إلى نقطة التحول، نقطة التحول من المرحلة الأولى، المرحلة مليئة بالمناقشات والتزامات وخطابات وكلمات، إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق. وهذه المدينة، مدينة شرم الشيخ، مكان أنسب لنعم ذلك، لأن رأينا منذ سنوات مثلا من الحكومة المصرية، رأينا الاستثمارات الضخمة في الطاقة البديلة، طاقة الرياح وطاقة الشمسية. لذلك نحن في المكان الأنسب وفي الوقت الأنسب، لأن حان الوقت الآن لنمر للمرحلة التطبيق. بالأمس كنا نستمع إلى النداءات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الكبرى، الدول المتقدمة، تنفيذ هذه الالتزامات. هل تتوقع أن تكون هناك استجابة لهذه الدعوات؟ لازم، مش سؤال هل أنا أعتقد، لا، لازم كلنا نجيب للمقال الرئيس السيسي وما يقول تقريبا كل القادة في العالم بالنسبة للوقت المناسب لنأخذ الإجراءات اللازمة. لأن رأينا الآن، كنا في الماضي كنا نتكلم حول تغير المناخ كشيء ستؤثر علينا في الماضي، في المدى البعيد، مستقبل البعيد، ولكن الآن كل يوم نرى الفيضانات في باكستان والنيجيريا تسبب الخسائر في الملايين، ونرى الحرائق في كل انحاء العالم، نرى التصحر في الصحراء. اذا الان حان الوقت لناخذ الاجراءات اللازمه، ما فيش وقت الان، ما فيش وقت لنتكلم لنناقش، لا، لازم نطبق، لازم نقوم بتنفيذ. وبهذه المناسبه، بهذا الخصوص، ما الذي سيحمله الرئيس بايدن عندما ياتي الى هنا الى شرم الشيخ يوم الجمعه؟ إذا سيحمل معه النص، الرسالة التي هو كان يتكلم عنها من اليوم الأول بالنسبة أهمية أن كلنا نأخذ الإجراءات اللازمة للأول حد الاحتباس الحراري لل 1.5 درجة مئوية قبل 2005، ولكن كل الإجراءات الأخرى بالنسبة حفظ البيئة وخفض الانبعاثات والتنسيق اللازم بين الولايات المتحدة والدول الكبرى أخرى، منها الصين ومنها الهند ودول أخرى، لأن نحن كنا متأثرين من هذا التلوث. التلوث وتغير المناخي لا تعترف بأي حدود جيوغرافية أو جيوسياسية، لا، التلوث تؤثر علينا بالرغم من أو بما في ذلك نحن مصريين ولا أمريكيين ولا صينيين ولا إلى آخره. ولكن بمناسبة الهند والصين، يعني الرئيس الصيني لم يصل إلى هذه القمة، لم يشارك فيها، وكذلك رئيس وزراء الهند، كيف تقيمون هذه الخطوة؟ إذا أنا لا أريد أن أتكلم باسم هذه الحكومات، ولازم نطرح سؤال لهم، ولكن رأينا الحضور
من هذه الحكومات. رأينا الوفد الهندي، رأينا الوفد الصيني، لدينا لكن ليس على مستوى القمة. نعم، ولكن لدينا التواصل معهم. وبالنسبة للملف حول الصين، كانت لدينا بعض البيانات ومبادرات مهمة بيننا على صعيد ثنائي بعد COP26، وكانت لدينا التنسيق مع الصين، لأن نحن نرى أن نحن الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادات في العالم، وأيضا أكبر مصادر للإنبعاثات الغازات في العالم. لذلك لدينا المسؤولية لنقوم بالتنسيق، ولكن بكل آسف بأسباب غير المتعلقة بتغير مناخي، أسباب سياسية، الحكومة الصينية توقفت عن هذا التنسيق منذ شهور. ونحن سنشجع الصين وشجعنا الصين ونحن سنشجع الصين لاستئناف هذا الحوار والتنسيق بيننا، لأن عدم التنسيق بين الولايات المتحدة والصين في هذا الملف هو تغير مناخي لا تؤقب الولايات المتحدة، لا، هذا عقاب للفقراء والدول النامية في العالم. هل تقصد يعني بعد زيارة السيدة نانسي بيلوسي إلى تايوان توقف هذا التنسيق؟ إذن أنا لا أريد أن أتكلم باسم الحكومة الصينية لماذا هي توقفت عن هذا التنسيق. يبدو أن هذه زيارة كان من الأسباب التي كانت الحكومة الصينية تستعملها، ولكن على الحكومة الصينية أن تتكلم أو تتحدث لماذا هي توقفت عن هذا التنسيق. ولكن أنتم في الولايات المتحدة مستعدون لاستمرار هذا الاستئناف هذا التنسيق؟ بدون شك، لأن نحن نرى أن بالرغم من أي اختلافات سياسية بيننا بين الولايات المتحدة والصين أو الولايات المتحدة وأي دولة أخرى، بالرغم من ذلك كإنسان نحن لازم نشترك بتنسيق حول هذه التحديات الكبيرة، مثل تغير المناخ، مثل COVID-19، مثل كل التحديات الأكبر. نعم لدينا اختلافات في بعض المجالات السياسية، أوكي نعم، ولكن أمامنا كإنسان هذه التحديات الأكبر. ولكن هل لديكم شعور بالتفاؤل تجاه استئناف التنسيق بينكم وبين الصين في هذا المجال؟ أنا لا أريد أن أستبق أي نتيجة. نحن فعلا لدينا بعض المناقشات هذا الأسبوع مع الوفد الصيني ومع المسؤولين الآخرين، والأهم شيء في نهاية المطاف الولايات المتحدة، بالرغم من هل لدينا التنسيق مع الصين أم لا، الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من جانبنا بالنسبة خفض الانبعاثات، بالنسبة كل هذه المبادرات الأخرى. وأيضا أكثر من التنسيق بين الولايات المتحدة والصين، هناك بعض الالتزامات التي نريد أن نرى من الصين أن تطبقها، مثل الالتزامات أو المساهمات الوطنية المحددة National Determined Contributions، والالتزامات بالنسبة للتعهد العالمي بشأن ميثان وإلى آخره. إذن هناك بعض الالتزامات سمعناها من الصين من زمان، ولكن حتى الآن لم نرى النتيجة. وماذا عن الهند؟ إذن مع الهند أنا أعتقد أن نحن لدينا علاقة مختلفة مع الهند من العلاقة مع الصين. ومن الهند نحن نعرف أن هناك تقريبا مليار نسمة في الهند، وبدون شك الهند لديها الإمكانية لتساهم في الحلول، ولكن في نفس الوقت هناك ضرر للأشخاص في الهند وفي الدول المجاورة من التلوث من الصناعة والمنتجات. إذن لذلك لازم نكون لدينا علاقة وتنسيق مع الهند، لأن هي فعلا من الأكبر الدول الصناعية في العالم. يعني بالأمس كنا نستمع إلى السيد آل غور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، وهو يتحدث بأنه يعني الدول المتقدمة الصناعية الكبرى، يعني كما فهمت أنا شخصيا يعني من كلامه، يعني تقول شعارات، تطلق الشعارات، ولكن يعني المسؤولية الأخلاقية لا تزال بعيدة عن التطبيق. لا بالضبط، هذا لماذا نحن نقول إن مررنا من هذه المرحلة حول الشعر والكلمات والخطابات والالتزامات.
الآن وصلنا إلى مرحلة التنفيذ، وهذا ما يؤمن به الرئيس بايدن ووزير بلينكين والمبعوث الخاص للمناخ جون كيري. نحن الآن نتكلم حول التنفيذ والتطبيق، ليس الالتزامات. سمعنا الالتزامات، نحن نعرف التفاصيل، نحن كلنا كإنسان نتفق على المشاكل أمامنا بالنسبة لتغير المناخ ونتفق على الأسباب. نحن نعرف أن النشاطات أو الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي وراء هذا الاحتباس الحراري. إذن لدينا المشاكل ولدينا الحلول، نحن نعرف الحلول، الحلول موجودة. نعم ما زال نحن نتطور بعض التكنولوجيات، ولكن الحلول موجودة، التكنولوجيا موجودة، التقنيات موجودة. إذن الآن لازم نمر إلى مرحلة التطبيق. بالأمس أيضا استمعنا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يطلق مبادرة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، يعني بمناسبة الحديث عن القضايا التي تشغل العالم، وبالتأكيد هذه الحرب أثرت على يعني نواحي مختلفة في الحياة. كيف تقيمون هذه المبادرة؟ إذن هذه المبادرة فعلا الولايات المتحدة ترهب أي مبادرة لإنهاء هذه الحرب، ومن قبل شن رئيس بوتين هذه الحرب كنا نقول إن نهاية هذه الحرب أو لوقف هذه الحرب ستكون عبر المسار الدبلوماسي، والولايات المتحدة كانت تشجع المسار الدبلوماسي من شهور قبل شن رئيس بوتين هذه الحرب على الأوكرانيين. ولكن في نهاية المطاف بالرغم من كل هذه المحاولات والمبادرات ودعوات، رئيس بوتين هو اختار لشن هذه الحرب على الأوكرانيين. إذن حتى الآن نحن نفضل المسار الدبلوماسي، ولكن أنتم في نفس الوقت تدعمون أوكرانيا بالسلاح. ولكن الحكومة الروسية ورئيس بوتين يشن هجمات كل يوم على الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس والمدنيين في أوكرانيا. الروس أيضا يقولون نفس الكلام، أنه المتطرفين الأوكرانيين. هل هناك مثال واحد في التاريخ عندما أي طرف من أوكرانيا شن هجمات على الروس؟ هناك أمثلة عديدة كما يقول الروس من سنة 2014 إلى الآن، قصف لدونيتسك، قصف لولوغانسك، قصف للدونباس. كل هذه أماكن دونيتسك ولوهانسك والقرم، كل هذه الأماكن جزء لا يتجزأ من أوكرانيا. هل شخص ليس لديه حق لدفاع عن بيته؟ ولكن هذا سؤال. يعني الروس يقولون أو موسكو تقول أنه يعني تدافع عن الناطقين باللغة الروسية الذين يتعرضون للاضطهاد. هل أنا كأمريكي لدي الحق لأدافع عن الناطقين باللغة الإنجليزية بالرقم من يعيشوا؟ ولكن هم طلبوا ذلك. في نهاية المطاف لازم نكون اتفاقنا. هل لدينا مبادئ أساسية دولية التي كنا نتفق عليها منذ 80 سنة، التي تقول إن ليس حق لأي دولة خاصة الدولة الكبيرة لتشن هجمات على دولة أخرى وتفرض إراداتها وتغير حدودها أو تغير حدود دولة صغيرة؟ إذن هذه المبادئ التي كنا نتفق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن الرئيس بوتين والحكومة الروسية لا تحترم هذه المبادئ. ولكن هم أيضا يقولون بأن الغرب والولايات المتحدة لا يحترمون تعهداتهم بأنه توسع الناتو إلى الحدود الروسية. يا أستاذ عمر، هم يقول ذلك، ولكن هل هذا صحيح؟ يقول ذلك. أنت ماذا ترى، هل هذا صحيح أم لا؟ لا. كيف توسع الناتو 5 مرات منذ العام؟ إذن هل هناك مثال واحد في تاريخ عندما الناتو كان يشن هجوم على روسيا؟ اقتراب الناتو من روسيا هو خطر للأمن القومي الروسي. مرة أخرى، تعرف يا مرة أخرى، هل هناك أي مثال؟ إذن نحن نعرف أن تحالف أو حلف شمال الأطلسي حلف دفاعي ليس هجومي، وليس هناك أي مثال دفاعي. وما حدث في يوغوسلافيا كان دفاعي؟ إذن هذا قضية أخرى. أنا نتكلم الآن حول روسيا، ونحن نعرف أن ناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا ليس منها التي تمثل خطر أو هجوم للروسية. ولكن بالرغم من ذلك، من قاموا بغزو جورجيا في 2008 روسيا، من قاموا بغزو أوكرانيا أول مرة في 2014، من كانوا بغزو أوكرانيا هذه المرة بدون أي سبب وتبرير؟ روسيا. ونفس الكلام يقولونه الروس أيضا، من قام بغزو أفغانستان، من قام بغزو العراق. لكن هذه قضية أخرى. دعنا في مسألة الوساطة، هل يمكن أن نرى وساطة؟ هل يمكن أن يستجيب أطراف هذه الأزمة إلى
أي وساطة سواء كانت مصرية أو غير مصرية. إذا تقصد الحرب الروسية هي ليس أزمة، هي لازم نقف مع الكلمات غير مناسبة. إذا نحن نسمع الأزمة الأوكرانية وكما يسميها رئيس بوتين العملية العسكرية الخاصة، هي ليس العملية العسكرية الخاصة، هي ليس أزمة أوكرانية، هي ليس حرب أوكرانية روسية، هي حرب روسية التي اختارها رئيس بوتين بدون أي تبرير ضد الشعب الأوكراني، ضد الأطفال والنساء والمدنيين الأوكرانيين. إذا عندما نتكلم وحول هل هناك أي وساطة أو الإمكانية اليوم هذه الساعة، رئيس بوتين لديه الإمكانية لإنهاء هذه الحرب بانسحاب قواته بإكماله من أراضي أوكرانية. وهل أنتم في الغرب تعطونه ضمانات أمنية لعدم تقدم الناتو ولعدم تهديد الأمن القومي الروسي؟ إذن كنا نناقش وكنا نقول إن نحن مستعدون الأوكرانيين الأوروبيين ناتو، كنا مستعدون لجلوس على الطاولة ولنناقش أي ضمانات أي خوف لديهم روسيا، ولكن في نهاية المطاف ماذا قال، ماذا فعل رئيس بوتين؟ شن الغزو، والآن هو يضرب المدنيين الأطفال والنساء في أوكرانيا كل يوم، وهم أيضا يقولون ذلك. لكن دعنا من الأزمة الأوكرانية والحرب الروسية الأوكرانية، الأزمة العالمية، الخطر الذي يتهدد العالم هو الآن يعني خطر وصل إلى الجميع، بمعنى أنه الحديث عن تغير المناخ كان حديثا نخبويا في الماضي، الآن الجميع يشعر بهذا الخطر، صحيح؟ صحيح صحيح. كما ذكرنا الآن نرى هذه الفيضانات مثلا في باكستان، فيضانات في نيجيريا، الحرائق في كل أنحاء العالم، الجفاف، نحن نرى التحديات بالنسبة للمياه هنا في مصر وفي أماكن أخرى. إذا نحن نعيش الآن، ليس شيء في المستقبل، نعيش في هذه الأزمة بالنسبة لتغير المناخ. إذا كما رأينا هذا الأسبوع حان وقت للتطبيق، حان وقت للتنفيذ. والتحدي الآخر بالنسبة لهذه الحرب الروسية على أوكرانيا، ليس لدينا وقت الآن، لدينا أمامنا كما رأينا هذه السنتين مع كوفيد-19، أمامنا كإنسان تحديات مشتركة، ولازم نبحث عن مسألة مشتركة وحلول مشتركة بدلا من هذه الحروب بدون أي سبب والمشاكل والاشتباكات والأنف التي نرى الآن. حان الوقت الآن لنجمع كإنسان بالرغم من أي اختلافات سياسية لدينا. سؤال أخير، هل تجولت في شرم الشيخ؟ هل يعني جاءت لك الفرصة للتعرف على تجربة المدينة النظيفة؟ إذن كما تعرف أنا كنت في مصر قبل، أنا كنت أشتغل في سفارتنا في القاهرة، وفعلا كان وقت جميل، أنا استمتع بالجو في القاهرة وهنا في شرم الشيخ وغرناطة وأماكن وإسكندرية وأماكن أخرى 4 سنوات، وأنا فعلا هذا أول مرة أنا رجعت لمصر منذ هذا الوقت. إذن أنا مبسوط جدا، مبسوط جدا في تغيير، وجدت تغيير؟ هناك تطورات كل يوم، تطورات الشوارع الكبيرة جميلة من المطار هنا وكل هذه الفنادق، ولكن فعلا هذا المؤتمر، شوف الأربعين ألف شخص من كل إنحاء العالم، شوف الوسائل الإعلام وراءنا من كل إنحاء العالم تسمع كل اللغات في العالم، شوف الناشطين المدنيين من المجتمع المدني من كل إنحاء العالم، شوف الشركات الخاصة من كل قطاعات الخاصة المهمة في كل إنحاء العالم. هذا دليل على أن هذا المؤتمر من أهم مؤتمر في العالم وفي تاريخ بالنسبة لتغير المناخ. نتمنى أن تخرج مقررات هذا المؤتمر إلى النور بحيث أنها تطبق على أرض الواقع. شكرا جزيلا سمير. شكرا شكرا, شكرا. شكرا.